قالوا لي خلي بالك الرجل ده من الحرس الثوري وهو رجل مخابرات بارز وجدته في انتظاري في الاستراحه دخلت جلست السلام عليكم وعليكم السلام استاذ عاصم هل لديك اي معلومه تقول باننا على صله بالشيشانيين او من الممكن ان نكون على صله بهم؟ انت شايف من بقى من خلال تجربتك هم دعمهم لحماس دعم صادق ولا في اغراض؟ حينما تركب اي تاكسي التاكسي الذي يوصلك الى القناه سائقه يقول لك حكومات مجانين ملالي مجانين يدفع فلوس ايران لفلسطين يلعن فلسطين ويجي شاتم في فلسطين وشاتم في حزب الله انا مالي انا ايران يقول لك ده بعربيه متكسره او بالفارسي ايران دوله بتروليه كان ممكن ان تكون غنيه جدا ودوله لو انها يعني نافقت العالم الغربي هو هو كانت أصبحت في رخاء لا يتخيله الآخرون إيران هي مدينة الشاه وليست مدينة الثورة يجب أن ينتبه السني إلى أن أكبر مساهم في تاريخ الحضارة الإسلامية هم الفارسيون إيران تقدر مصر كثيرا بل ولا يمكن أن تخاصم مصر مخاصمة كاملة أبدا بينهما دائما ما تعتبره إيران بأن مصر حليف مدخر لكن لابد أن يكون حليفا في يوم من الأيام جاءت النص مكتوب في الإمام الخميني روح الله قدس الله سره قلت روح الله وبعدين بقى فبص لي قوي كده قال بس احنا هنا بنقول كده قلت له انا من هناك مش من هنا يبدو انه ربطته علاقه يعني وكان يريد ان يتزوج من فتاه ايرانيه فبيقول لنا يا جماعة فضلت معايا ممتازة وإحنا قاعدين فكراني لبناني في الآخر قلت لها لا ده أنا فلسطيني قالت لي فلسطيني؟ أنا ما أتعاملش مع فلسطيني أظن إن هم ممكن يبقى عندهم كراهية للعرب لكنهم عندهم قبول للمصريين ممكن يصل إلى درجة الحب يعني بيعتبر إنه المصري شبيهه في الحضارة وبيعتبر إن المصري يعني مش عربي اصلا، انا لمست منهم على المستوى الشخصي يعني كراهيه لل... للعرب ما لمسته انت استاذ صلاح لحد كبير صحيح، هذا هو تصورهم بكل اسف يعني العرب والخليجي، زواج المتعه الذي يقرونه فقهيا العائلات الكبيره لا تقره بالفضيحة. الفضيحة استاذ عاصم بكري الاعلامي القدير نورتنا في منصه زد مصر اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا واشكر استاذ صلاح الدعوه الكريمه شكرا جزيلا واتمنى باذن الله ان يعني تتوفر لدي الاجابات على كثير من الاسئله التي تطرحنا احنا متاكدين انها هتتوفر وتتوفر بوفره. <applause> ان شاء الله. هو ح... يعني حضرتك كان ليك تجربه في ايران يعني حضرتك قعدت كم سنه في حدود سنتين سنتين اه يعني كمذيع في قناه آه. العالم تمام هل السنتين شايف ان هم كانوا كافيين في ان انت تحيط علما يعني بالمجتمع الايراني من الداخل؟ والله آه انا يعني حينما ذهبت الى ايران كنت عازما على ان احاول فهم هذه البلاد وحاولت الاستعداد بقراءة بعض الكتب المهمة التي تناولت إيران وكان من بينها بعض الكتب لكتاب مصريين كتاب, كتاب مدافع آيات الله للأستاذ حسنين هيكل وكتاب إيران من الداخل للأستاذ فهمي ويدي يعني كان لدي الرغبة في أن أفهم وبالتالي كنت مستعدا ومنذ اللحظة الأولى وأنا أراقب هذه البلاد لكن من الكذب أن أقول أنني ألممت بإيران انما من الصدق ان اقول انني استطيع ان اعرف الكثير جدا عن طهران تحديدا وطهران ليست كل ايران وانما هي المدينه الاهم في ايران ولماذا ليست هي ايران هذا تعرفه حينما تستغرق في المجتمع الايراني فيقولون لك ان طهران هي مدينه الشاه وليست مدينه الثوره وانها كانت ربما من اخر المدن التي يعني تعلن تسليمها التام للثورة لأنها كانت مدينة محظية عند الشاه وبالتالي كانت استجاباتها نسبيا بطيئة للثورة لا تعني ألا أنها لم تستجب ولكنها كانت الأقل إذا ما قرنت بقم إذا ما قرنت بشراز إذا ما قرنت بعض المدن الإيرانية الأخرى فما أعلمه جيدا هو طهران ومن طهران أستطيع أن اعرف بعض الاشياء عن المدن الاخرى لكن معرفتي بطهران تكاد تكون يقينيه وتمت مراجعتها بشكل كبير فهمت من من هيكل ومن فهم هويدي ايران في الحقيقه لا يعني بل على يعني بل على العكس وجدت عند الاثنين ان السياسه طاغيه تماما على المعرفه الحقيقيه بالمجتمع الايراني السياسه كانت مصوبه لتوجههم في محاوله معرفه ايران وانا كتبت كتاب يعني طهران الحقيقه وشرحت فيه بعض يعني الاشياء التي سجلتها على الكاتبين الكبيرين يعني فاستاذ هيكل مثلا من الحاجات المضحكه جدا وهو يبدو انه ان خصومته مع الرئيس السادات رحمه الله عليه كانت غالبه تماما على تصويره لايران وبالتالي كان يريد يعني ان يمجد في الثوره وان يظهر جوانب ايجابيه شديده وقال مثلا من ضمن ما قاله انه حينما التقى الامام الخميني في مكانه الصغير جدا في جنوب طهران وهو بالفعل مكان ضيق جدا ورب يكون في حي من افقر الاحياء الايرانية وهي من العلامات البارزة عند في تفاهم شخصية الامام الخميني يقول جلست معه فتذكرت ما قرأته عن الصحابة هذا قول هيكل يعني وكأن الصحابة يعني اعادوا اعادوا زهدهم والاسلوب الذي يعيشون به الاسلوب الاسلامي الذي غمر عصر صدر الاسلام لكن وهو يصف هذه الأوصاف، قال استأذنني مرتين حينما أذن المؤذن لصلاة المغرب فصلى، ثم بعدها بساعه ونصف استأذنني بعد أن أذن المؤذن لصلاة العشاء، ولا يوجد أذان للعشاء أصلا في طهران <applause> ولا يمكن يوجد لانه هو اذان مغرب ولا توجد اذان العشاء لانهم يصلون المغرب والعشاء معا مما يدل على ان الاستاذ هيكل نسي هذا الامر وانما وهو يريد ان يعني يصور لنا يعني الحاله الايمانيه بالغ بعض الشيء فيعني في ذكر اشياء غير دقيقه الأستاذ فهمي ويدي مثلا برضو من المسالب التي سجلته عليه أنه قال أن الخميني يعني تعلم العربية وأنه استخدم وتعلم العربية وأجادها وفي الحقيقة أنا كنت أقدم برنامج اسمه من طهران وهذا البرنامج كان أهم برنامج في القناة لأنه البرنامج الذي يشرح أو من المفروض أنه يشرح وجهة النظر الإيرانية للمجتمعات العربيه، وجاءت ذكرى الامام الخميني، واتوا بابنه الامام الخميني لي في الاستوديو إلى معها او لكي نكون على الهواء. فاتوا بمترجمه تترجم بيني وبينها من الفارسيه للعربيه. فقلت للمترجمه وكانت من لبنان قولي لها انني كمصري اتعجب من ان ابنه الامام الخميني لا تجيد اللغه العربيه وقلت هذا وفي خلفيه ما قراته في ايران من الداخل بان الامام الخميني كان متعلما للعربيه ويجيدها ففوجئت بانها تضحك بشكل يعني حتى مبالغ فيه يعني راسها تاتي الى الخلف بشكل كبير جدا فسالت المترجمه اللبنانيه هي بتضحك ليه؟ فقالت لي هي بتقول لك اذا كان الامام الخميني نفسه لم يعلم كلمه في اللغه العربيه فانت عايزني انا اتكلم عربي؟ لكن الحقيقة ما ذكره الاستاذ فهمي ويدي في جانب مهم هو قال هذا ربما على خلفيه ان الامام الخميني كان فعلا يريد ان يبني جسورا مع الدول العربيه السنيه جسورا راسخه وقويه بدليل انه اصدر قرارين واحد منهما يتعلق باللغه وهو قرار مهم جدا بتدريس اللغه العربيه في المرحله الالزاميه مع ان تاريخ ايران يخلو تماما من تدريس اي لغه اخرى تشاحن الفارسيه في المرحله الالزاميه للمرحله الابتدائيه لكنه قرر بعد الثوره مباشره وقبل اجتياح العراق لهذا الجزء الذي المتنازع عليه مع ايران قرر هذا القرار وبدا تنفيذ القرار بالفعل شيء آخر كان يريد به التقرب بقوة إلى أهل السنة وأنه أصدر قرارا وهذا القرار كان نافذا حتى في الفترة التي عشت فيها في طهران في الإعلام عام 2005 2004, 2004 و2003 بأنه لا يمكن ذكر الشيخين سيدنا ابي بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما الا بقول جناب عمر جناب ابو بكر وجناب في الفارسيه يعني المحترم عمر المحترم ابو بكر حتى يتجنب اي اعتداء باي صوره على الشخصيتين الكريمتين مع ان الامام الخميني هو نفسه قبل ان يتولى الحكم بعد الثوره كان له كتاب يصف فيه الشيخين بانهم بانهما صنما قريش لكنه حينما وجد على الحق كان يريد بالفعل ان يحدث تقارب كبير مع الدول السنيه ولكن يبدو ان الحرب التي يعني بداتها العراق معه ولم تكن تجرؤ ايام الشاه ان تقوم بها ثم عاون العراق السعوديه تحديدا والكويت بمليارات الدولارات كانت يعني فارقه في ان تعيد المجتمع الايراني مره اخرى الى هذا يعني البغط لدول سنيه تريد القضاء عليه وتريد القضاء على ثورته، لا شك ان تداعيات هذه هذه الحرب على مشاعر الايرانيين فضلا عن الحكومه الايرانيه وقتها كانت سيئه للغايه خاصه وانها طالت ثمان سنوات وراح ضحيتها ابرز الشخصيات الاستشهاديه في الحرس الثوري الايراني. قولي مش غريب يعني ان هم يختاروا اعلامي مصري سني في ان هو يقدم برنامج رئيسي في قناه رئيسيه زي العالم يعني يبدو شيء غريب يعني انه انك يعني يعني احنا ما نعملهاش يعني احنا ما احنا ما آه لا اتصور انه انه احنا مثلا في في مصر آه مسموح لايرانيين حتى بان هم يزوروا مصر كسياح اظن هم بيجوا بس كدبلوماسيين يعني او جميل هذا السؤال جدا استاذ صلاح وهذا يفرق بين الحكمه والعمق الايراني والذكاء في تناول الامور والثقة في النفس وبين للأسف الاهتزاز والخوف والرعشة في إدارة الأمور من جانب مصر مع أن إيران تقدر مصر كثيرا بل ولا يمكن أن تخاصم مصر مخاصمة كاملة أبدا بينهما دائما ما تعتبره إيران بأن مصر حليف مدخر لكن لا بد أن يكون حليفا في يوم من الأيام ولذلك ايران لا يمكن ان تستقبل معارضه مصريه ولا يمكن ان تغذي معارضا مصريا ولا يمكن ان تفتح ابوابها للمعارضه المصريه نفس الشيء فتلاحظه مع مصر لا يمكن ان تفتح ابوابها مثلا لمجاهدي خلق لا يمكن ان تفتح ابوابها للمعارضه الايرانيه لا يمكن ان تضع لهم منابر يتحدثون من خلالها لكن ايران لماذا هي اكثر حكمه دعني اروي لك يعني رواية حدثت لي شخصيا تشرح هذا بوضوح في برنامج من طهران كان موضوعي الموضوع المطروح هو الملف النووي الإيراني أتوا برئيس الأركان الروسي على القمر الصناعي ليكون في حوار معي أنا أتحدث بحرية وبطلاقة وأريد يعني أن أصل الى كافة النقاط التي ينبغي ان نصل اليها في الحوار تفتق ذهني دون ان ادري عن هذا السؤال الذي سوف اقوله لك قلت لرئيس الاركان هل يمكن ان تقايد الجانب الايراني على ان تقف بجانبه سياسيا وتقنيا وفنيا في الملف النووي في مقابل ان يغض الطرف عما يحدث في الشيشان هذا ما سالته وسكت وجاوب أو أجاب رئيس الأركان الروسي برنامجي كان يوم الخميس من كل أسبوع العشر مساء وينتهي الحادية عشر والنصف أذهب عادة في حدود التاسعة إلى الاستراحة أجهز نفسي مرة أسبوع وذهبت إلى موعد البرنامج في الأسبوع بعد لقائي به رئيس الأركان بأسبوع كان لدينا في البرنامج مترجم أحدهم من الإخوة اللبنانيين الشيعه الذين يعرفون قالوا لي خلي بالك الرجل ده من الحرس الثوري وهو رجل مخابرات بارز وهو مترجم ويجيد العربيه الى اقصى حد وجدته في انتظاري في الاستراحه دخلت جلست السلام عليكم وعليكم السلام جلست اتناول مشروب وهو يقرا في كتاب ثم فجاه بعد حوالي خمس دقائق قال لي استاذ عاصم أنا سعيد بك جدا وبلغتك العربية وأنا من عشاق اللغة العربية وكان بالفعل يجيد اللغة العربية جدا إجادة عميقة يعني ويعرف قواعدها على أكمل نحو فقال لي لكن اسمح لي الأسبوع الماضي حينما أتينا برئيس الأركان الروسي أنت سألته سؤالا أثار اندهاشنا وبيني وبينك أثار قلقنا وسبب لنا إحراجا شديدا قلت له ماذا السؤال؟ قال قلت له لقد قلت لرئيس الأركان هل يمكن أن تقيد الجانب الإيراني على أن تقف بجانبه في الملف النووي في مقابل أن يغض الطرف عن ما يحدث في الشيشان أستاذ عاصم هل لديك أي معلومة تقول بأننا على صلة بالشيشانيين أو من الممكن أن نكون على صلة بهم أنا بصراحة ليس لدي معلومات وفعلا أخطأت في هذا السؤال لأنه ليس لدي أي خلفية أنا سألته تفتخ زين يعني السؤال ولم أكن يعني أتوقع أبدا هذه المراجعة فقلت له بصراحة لا فقال الرجل ألا تعلم أستاذ عاصم أن روسيا هي الرئة الوحيدة التي نتنفس من خلالها أثناء ذلك الحصار وأن سؤالا كذلك أثار استيائهم بل سألونا هل أنتم على صلة بالشيشانيين؟ بأي شكل من أشكال الصلات وأصبح الشك يغمر عقولهم وتصوروا أنك حينما تتحدث بسؤال كهذا من برنامج عنوانه من طهران فكأنك تعلم يقينا بأننا على صلة بهم ومن الممكن أن نفعل هذه الصلة بحيث تكون مؤثرة على الجانب الروسي وكي أحمر أنا أكون في منتهى القوة حينما أدافع عن الحق واكون صامتا اذا كنت خاطئا. هو لاحظ انني تضايقت. فابتسم ابتسامة واثقة وقال لي هذا لا ينفي ان اسئلتك كانت رائعة واننا معجبون بك جدا. فقلت له يعني لا افهم الان قال لا لا استاذ عاصم ان شاء الله نرى حلقة جيدة جدا منك اليوم. انا فقط احببت ان الفت انتباهك لهذا الشأن لأنه شأن خطير وليس بالسهولة التي أنت توقعتها فهمت جيدا أن كل شيء هم يتابعونه ولكن دون صخب تعالوا أستاذ صلاح نحول هذه المسألة إلى تلفزيون يتبع الدولة أو حتى تلفزيون خاص مصري أوه. كانت الدنيا اتقلبت وكان طولب برأس المذيع و... وكنت عملت كانوا عملوا صخب و... وحاله من الهلع وازاي والموضوع ده خطير وازاي قلت كان ممكن جدا يحدث هذا في مصر بهذا الاسلوب فقط هذا الموضوع لم يأخذ سوى هذه اللحظات من الحوار بيني وبينه وبعد ذلك لم يفتح معي إطلاقا ولا ولم يفتح معي أحد منهم على وجه الإطلاق اي شيء يتعلق بهذا الموضوع، لكن لادراكهم بان هذا الرجل لا ينبغي ان يخرج من من ايران غاضبا ولا يخرج لا ينبغي ان يخرج من ايران ولديه انطباع بانها دوله مخابراتيه ضيقه الافق، فقط علينا ان ننبهه الى هذا، وباذن الله نستطيع ان نتدارك الامر ان كان قد سبب شيئا من يعني سوء الفهم عند الجانب الروسي. هكذا انتهى الامر. هذه دوله مخابراتيه ذكيه. وقوية وواثقة من نفسها لحد كبير. هذا المثل اعتقد انه يصب في هذا الاتجاه او لي الحق ان استنتج هذا وقد عملت هنا وعملت هناك وتعرضت في الحالتين لامور كتلك ولكن رد الفعل الايراني يختلف تماما ورد واثق وذكي ورد فيه تقييم للاشخاص. حن... هنتطرق اكتر للعمق او عمق المجتمع الايراني واحنا كمان شويه لكن انا عايزه اروح معاك للحظه قريبه لحظه جنازه السيد الشهيد اسماعيل هنيه الحقيقه مشهد الجموع الغفيره ده كان مشهد يحتاج الى وقفه تأمل يعني. إحنا بنتكلم في مئات الآلاف من الإيرانيين حضروا الجنازة. اه المرشد نفسه اه خامنئي بيصلي على اه إسماعيل هنية. اللي هو في الحقيقة سني. يعني مسلم سني. وانا ما شفتش قبل كده اه جمهور إيراني اه وخامنئي نفسه بيصلي صلاة جنازة على سني. أنا أنا حد علمي يعني ما شفتش وارد يكون حصل بس أنا ما شفتش بالشكل ده ولا بالكثافة دي ولا بالضخامة دي. المشهد ده ايه شايف إيه يعني إيه إيه اللي إحنا نقدر نشوفه من المشهد ده؟ وخاصة لو حطيت البعد المذهبي اللي الحقيقة مليان صراع يعني مش بسيط يعني الصراع اللي بين السنه وبين الشيعه صراع عقدي ما هوش صراع عادي ما هوش صراع بسيط فانه يصلي على هذا المسلم او السني مسلم السني فانه هو بيقول انه هذا شهيد وبيقول انه هو في الجنه ف ف فدي اعتقد هل ده تطور هل ده تطور يعني حصل في في المذهبيه الشيعيه هي في الاخر كانت بتعتبر السني مش مؤمن بي بي بولايه الائمه الاول أستاذ صلاح هل من اللطيف ان أظل اتكلم باللغه العربيه ولا ولا اتكلم بالعاميه كما اللي انت بيقى انت بيقى بيقى انت انت جميل السوشيال ميديا يعني. لا 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 اتكلم براحتك اتكلم براحتك خالص م. اللي انت عايز تتكلم يتكلم بيه انت بتتكلم بالاثنين كويس قوي ما شاء الله عليك يعني فصيح في اللغه العربيه بتاعتك بسيطه كانك بتتكلم بالعاميه يعني بسيطه يعني واصله فاللي انت عايزه اللي انت حابب تتكلم والله انا يعني من خلال السنتين اللتين عشت فيهما في ايران لا ابالغ كثيرا بتداعيات هذا المشهد وفي نفس الوقت لا اقلل منه ولا اتعجبه على الاطلاق اما يعني اسمح لي اه الخلاف بين الشيعة والسنة خلاف كبير ولكنه ليس عقدي بل لانك استخدمت تعبير عقدي وانا لا ابارك هذا التعبير ولعل فضيلة الإمام الأكبر في بيانه الأخير أشار وأكد أنه ليس خلافا عقديا وإحنا نقول هذا على خلفية أن الشيخ شلتوت وهو من هو من شيوخ الأزهر الشريف وأباح تدريس المذهب الاثنى عشري في في جامعة الأزهر في ضمن الفقه ضمن الفقه المعتمد وبالتالي هذا إقرار بأنه ليس اختلافا عقديا لكنه اختلاف كبير لأنه بلا شك من وجهه نظرنا كسنه هنالك شطط شيعي كبير في بعض الامور شطط لا نقبله وفضلا عن اننا لا نتقبله ولا نتقبل سماعه لكن هذا لا ينفي ان الشيعة هم ايضا عندهم رحابه صدر وعندهم متطرفون وعندهم معتدلون اذا ذهبت انت الى قم ستجد بعض الناس يسبحون بلعنه سيدنا عمر هذا لن تشاهده في طهران لأن هؤلاء يتم وصفهم بأنهم متطرفون في طهران ستجدوا معتدلين ستجد معتدلين لا يستطيعون أبدا أن يضعوا خانة السني في خانة العدو صحيح أن هنالك مواقف ومواقف يعني ساهمت فيها السياسة لحد كبير هنالك مخاوف عند دول خليجية من ايران او مش من من الشيعه عموما نظرا لتواجد شيعي كبير كميا يخشون ان يكون له حضور اكثر من اللازم او مشاحنه في الحكم كما حدث في بعض الدول الخليجيه الصغيره كالبحرين مثلا لان هنالك التواجد الشيعي كميا ربما يفوق التواجد السني ولكن الحكم سني هم يخشون هذا الامر خاصه وان الشيعه دائما يضعون ال البيت عنوانا لهم طبعا ال البيت حتى في مصر هنا لهم وقع خاص على قلب كل مسلم ولهم تاثير خاص فاذا كانت الـ الـ يعني الحكومات العربيه لا تربطها صله دم ونسب باشراف اهل البيت فمن حقهم ان يتوتروا قليلا ممن يحاول ان يحمل من لهم صله بآل البيت الى مقاعد الحكم، او صحيح ليس في اسلامنا ما يقر هذا وليس في اسلامنا ما يحتم ان يكون الحاكم لديه يعني نسب او ارث من من آل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا شك ان ربما هذا يكون له وقع مؤثر على العامه في كافه البلاد العربيه، هذا هو ما يجعل الخوف من ايران المتدينه، ايران غير المتدينه العلمانيه في عهد الشاه لم تكن تقلق لانها لا تعزف هذا العزف على هذه النقطه المهمه، لكن ايران المتدينه شيعيا ربما تذكر بهذا كثيرا وطويلا فتجد من يستمع اليها من جمهور الدول الخليجيه، هذا هو ما يصنع الحساسيه الكبيره. لكن هل ايران لديها موقف من السنه الى ايران الحاكمه، ايران الثوره الاسلاميه، ايران خميني، ايران خامنئي، لديها حساسيه من ان تصلي على سني مجاهد، هذا غير صحيح على الاطلاق، ولا يوجد في تاريخهم ما خامنئي هذا الذي انت بصدده ترجم ثلاثه كتب لسيد قطب. وهو من عشاقه قراءةً، وهذا يدل على أنه عنده يعني نزعه فيها شيء من ممكن من من التشدد بعض الشيء، وهو يجيد العربية على عكس خميني مثلاً، أ أ أ أ أ لا شك أن إيران وضعت أهدافاً محدده تقولها كل جمعه في الصلاة، صلاة الجمعه التي لا يصلونها إلا في مسجد واحد وهو مسجد الجامعة الكبير. وتغلق المساجد الاخرى، فمن اراد ان يصلي الجمعه معهم يصلي في هذا المسجد الكبير فيكون هنالك تجمع كبير يلعنون فيه امريكا الشيطان الاكبر ويلعنون فيه اسرائيل الشيطان الاصغر ويلعنون فيه بريطانيا. هذه اللعنات الثلاث ليست شكلا وانما عقيده ترتب عليها اجراءات سياسيه مرتبه. تجد عداء كبيرا مع هذه الدول التي تتصور وتقول بانها هي التي تسعى لهدم الاسلام. انا بسالت حضرتك ليه؟ لانه الانطباع السائد عندنا انه اه الشيعه تكفر السنه. ترى ان السن السني في النار طالما لا يؤمن بعصمه اه الائمه، لا يؤمن اه ولاية الـ 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 الفقيه. الفقيه ب ولايه ال الامام ولايه الفقيه باعتبار من... انه هو الشكل العقدي اللي وعشان كده استخدمت العقيده في الموضوع انه لا يصح اسلامه ولا ايمانه غير بايمانه بالائمه وباسمتهم كمان كل الاشكال اللي موجوده من اشكال الحكم واشكال الدول دي مش معترف بيها في في العقيده الشيعيه يعني ده اللي خلاني اقول ان هو بيعتبر هذا السني ليس في الجنه بل في النار <applause> أنا لا لا انا, أنا اخ يعني لم اجد احدا يتحدث بهذا فضلا عن الخلفيات النظريه للكتب الشيعيه لا لا تكفر ابدا لكن ربما تجد منها موقفا صارما من ازاء اليزيديين كما يصفون يعني الذين يحاولون تبرئه يزيد بن معاويه او الذين يحاولون ان يجعلوا من معاويه خليفه راشد خامس أو أن يبالغوا في حسناته أو أن يقولوا سيدنا معاوية كما يحدث بعض السنة هؤلاء طبعا يجدون رفضا قاطعا من جانب الشيعة لكن هم يعلمون مدى احترامنا بل وتقديسنا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدى تقديسنا لزوجات الرسول ومنهم السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ويعلمون أن هذه خطوط حمراء لا نقبل على الإطلاق بأي مساس بها وفي نفس الوقت لا يكفروننا ممكن أحيلك إلى موقف آخر عشته أيضا هم كانوا يحبون طريقة إلقائي وبالتالي حينما كان يأتي نص يريدون يعني بنسميه احنا ناريشن اقراه كتعليق صوتي كانوا يلجؤون إلي في مرات كثيرة. فمرة أنا كان عندي شفت أخبار وجاي ولسه حتى ما يعني لم أرتدي ملابسي ولم أجهز لقيت معد يقول لي الحمد لله ان انا لقيتك واحنا طالعين في الاسانسير عشان انا عندي فيلم تسجيلي عن عايزك تقراه لي الحمد لله انا كنت لسه أكلمك وقلت له بس انا عندي نشره اخبار قال لي ده النشره بعد ساعه الا ربع وده انا مش هاخد منك عشر دقائق قلت له طيب طلعت دخلت المكان الدوبلاج او يعني القاء التعليق الصوتي قلت له اين النص اتى بالنص وجدته عن الامام الخميني فتحت النص وأنا الله يعلم يعني أنا لا أقول شيئا خارج دائرة اعتقادي لا في مصر ولا في إيران ولا في أي مكان في العالم بل أنا أتيت إلى هناك لكي يعني أمارس حريتي الإعلامية فوجدت النص مكتوب في الإمام الخميني قدس الله سر الإمام الخميني روح الله قدس الله سره قلت روح الله وبعدين بقى هو اسمه كده لا ده هم كانوا عاملينها كصفه اه فقلت اعتقد اسمه روح الله الخميني ده اسمه في الاول ده هو كانوا جايبينه الامام الخميني روح الله قدس الله سره مش كاسمه وانا يعني ناديت المعد انا بيني وبينك طبعا قلت وبعدين دي هتعمل مشكله فنديت قلت له انا نشره الاخبار أنا هبقى وأنا أقرأ لك النص ده هكون مرتبك لأني في دماغي نشرة وده هوا وأنت عارف الهوى ليه قانون وليه سلطانه قال لي لا ده على طول ما حضرتك اتفضل اقرأ هو كان اقراني من الأهواز الأهواز يتقنون العربية فقلت له أنا مش هقدر أقرأ كده قال لي ليه؟ قلت له بصراحة في حاجات مش فاهمها فقال لي زي إيه طب قولي لي وأنا أشرح لك قلت له طب وايه الداعي ما تجيب حد فاهمها يقرا قال لا قول لي وانا اصلحها لك حتى قلت له صكتة هنا بتقول روح الله وانا بصراحه في القران ما عنديش غير اللي وصف بروح الله سيدنا عيسى انا ما اقدرش اقول على حد تاني فبص لي قوي كده قال لي بس احنا هنا بنقول كده بنقول امام الخميني هو روح الله قلت له ما انا من هناك مش من هنا انا بقولهاش كده فبص لي قوي قال لي يعني نعمل ايه؟ اضطريت اقول له اجابه صارمه بقى بكعتي بقى زي ما بقولها في بلدي قلت له ان انا مش هقدر اقراها كده قال لي طب هتقول ايه؟ قلت له طب ما انا رايي بدل ما انا اقول تجيب انت حد تاني يقراه انت ليه حتمت ان انا اللي اقرا؟ انا برضو عايز اتفادى المشكله فقال لي لا انا عايزك انت اللي تقرا قلت له انا مش هقول غير الامام الخميني رحمه الله هيرضيك؟ فبص لي قوي وقال لي طب ثانية واحدة وراح خرج بره وهتكلم في التليفون أنا قلت وبعدين بقى وأنا كل ما أروح حتة يحصل مشكلة فاستنيت فجي قال لي اتفضل اقرا زي ما أنت عايز قلت له هقول للإمام الخميني رحمه الله قال لي إيه قول قلت له طب إيه الداعي إن أنا لا أقرا ما تخلي حد تاني يقرا قال لي لا والله إحنا عايزينك أنت قلت له طب خلاص زي ما انت عايز فقريته الامام الخميني رحمه الله انتظرت بقى اي رد فعل ولا حد كلمني في الموضوع ده الى ان غادرت ايران بعديها بسنه وشهرين نهائيا فقلت والله الناس <applause> يعني <زاءً> واتذاع التقرير <applause> الناس دول متحضرين يعني غريبه رغم ان الراجل ده ليه عندهم قدسيه و يعني استجابوا ايه يعني برضو ده كان ليه انطباع ايجابي جدا عندي ليه وخصوصا انه احنا لما رحنا قالوا لنا كل شيء انتوا احرار فيه تماما الا شيء واحد انتقاد او العيب في المرشد لسبب شرعي بانه ليه قدسيه انما عدا ذلك انت بامكانك أن تنتقد أي شيء في إيران ولك الحرية المطلقة وهذا نريد أن يكون واضحا لدى المشاهد لقناة العالم الإيراني هكذا قالوا لنا ومع ذلك في هذا الموقف لم يحدثني أحد لماذا رفضت ولا إطلاقا ولم يعد معي, معي الحوار موقفهم من دعم المقاومة وبالذات حماس يعني الناس في ناس كتير عندهم ريبة من من الموقف ده يعني انت كرجل كشيعي كجمهورية إسلامية مبنية على ولاية الفقيه بتدعم حماس ليه؟ أكيد في هدف خاص بيك بمشروعك الشيعي التوسعي يعني الحتة دي كده مش مقنعة ناس كتير وفي ناس كتير عندهم ريبة من الموضوع ده تدعم حماس السنيه طب دعمك لحزب الله ماشي مفهوم الحوثي مفهوم لكن في ناس كتير جدا عندهم قلق انت شايف من بقى من خلال تجربتك هم دعمهم لحماس دعم صادق ولا في اغراض في تصوري شديد الصدق شديد الصدق وقد اختبر في محكات عديده وفي مفترقات عديده ومع ذلك صمت لانه شديد الصدق ولكن اريد ان اعود ادراجي الى مساندتهم لحزب الله، هل تتصور ان الشيعه في طهران راضون عن ان حكومتهم تدفع بـ 250 مليون دولار هذا سنه 2003 سنويا لحزب الله وازداد هذا المبلغ بمراحل حينما تركب اي تاكسي، التاكسي الذي يوصلك الى القناه، سائقه، يقول لك حكومات مجانين، مالالي مجانين، يدفع فلوس ايران لفلسطين، يلعن فلسطين، ويجي شاتم في فلسطين وشاتم في حزب الله، انا مالي؟ انا ايران؟ يقول لك ده بعربيه متكسره او بالفارسي. هذا تكرر عشرات المرات، الشعب ساقط على حكومته التي تجعله فقيرا بينما تنفق أموالها على إيديولوجيتها الإسلامية على قرارها بمصادمة أسرائيل وأمريكا أنت لو عدت لحوالي ستين في أو سبعين في من طهران أكرر مرة أخرى حتى يكون كلامي صادقا ليست كل بلاد إيران كي أكون دقيقا لكن في طهران لا شك أن سبعين في على الأقل أو خمسة في لا يقبلون إطلاقا لا معاونة فلسطين ولا معاونة حزب الله ولا سواء شيعة او سنه ايران دوله بتروليه كان ممكن ان تكون غنيه جدا ودوله لو انها يعني نافقت العالم الغربي هو هو كانت اصبحت في رخاء لا يتخيله الاخرون هي بلد فيها منتجات زراعيه ومنتجات وشعب عنده جلد على التعلم يجب ان ينتبه السني الى ان اكبر مساهم في تاريخ الحضاره الاسلاميه هم الفارسيون كل العلماء التي يتشدق بهم الشيوخ على المنابر هم في الحقيقه معظمهم كانوا فارسيين ليس بالشرط ان يكون ان يكونوا شيعه ولو ان بعضهم او عدد ليس قليل منهم كان شيعيا لو ذكرت الفارابي لو ذكرت ابن سينا كل هؤلاء كل هؤلاء فارسيون ازيدك ازيدك من البيت شعرا من الذي وضع قواعد النحو للغه العربيه سيبويه فارسي وليس عربي الجرجاني تلميذه الذي اكمل هذه القواعد فارسي ابن الهيثم يقولون بعضهم يقول انه عربي من البصره وبعضهم يقول انه فارسي حضور الفارسي في الحضارة الإسلامية حضور طاغي، حضور علمي طاغي. لا يمكن إنكاره. إيران لم تكن شيعية إلا من حوالي 350 عاما فقط. كانت دولة سنية. لكن العداء أو الفكرة العنصرية التي تريد أن تجعل العرب طغيانا على الساحة الإسلامية هم؟ هي التي تحدث هذا النفور وهي التي جعلت استقبال إيران للفكرة الشيعية استقبالا فيه احتفاء واحتفال لأنه يجعلك يزيد من غر من غربتك مع هذه المجتمعات العربية لكن هؤلاء العلماء الذين تحدثت عنهم انتاجهم باللغة العربية أقول أقول طبعا طبعا خلينا بس خلينا نقول إن أريد إن أريد انه أريد انه, إنه برضه العرب هم اللي بسطوا المساحه الكبيره ده طبعا برضو آه فضيله تحسب للعرب ان هو سمح لكل الاعراق والاجناس ان هي تشارك في بناء حضاره ودي طبعا فضل كبير للإسلام. للعرب للاسلام يعني انا, للإسلام. أنا بتكلم العرب كماده الاسلام العرب الامويون كان لديهم عنصريه ورجع ورجع يا استاذ صلاح ما هو يعني برضه خلينا نقول الحضاره الاسلاميه العنصر العربي على من سواه وهذا يخالف ما اوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم هو خلينا نتكلم ان العصر العباسي الاول هو كان بدايه يعني تنشئه الحضاره الاسلاميه بالمعنى المفهوم يعني آه والعصر ده تنشأت كان عصر الفرس اسمح لي لاني اقصد اقول ان المدنيه الاسلاميه الاحضار آه يعني الاسلاميه نشأت مع الرسول صلى الله عليه آه وسلم انا بس انا بتكلم الوقت. على المظاهر الحضاره دي آه. تبلورت ومعالمها وملامحها اتضحت <applause> بشكل كبير في العصر عباس الاول وكان طبعا الفرس كان مرة, موسيقى. مره اخرى او انا ملامحها القيميه اتضحت مع كل قول وفعل قاله او سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم لكن انا بس بتكلم على الحضاره كمان لكن انعكاسها المدني المعماري طب بس هذا اللي لا لان لا اساتذه الحضاره يسمعوننا الان آه. وهم يفرقون جيدا بين الحضاره والمدني الحضاره شيء والمدنيه شيء اخر والمدنيه هي احدى انعكاسات الحضاره وقد يحدث كما يحدث في الغرب الان ان تكون هنالك مدنيه متوهجه لكنها بكل اسف ليست حضاره مكتمله لان قيمها فيها كثير من الظلم وليس العدل خلينا بس نخش اكتر على المجتمع الايراني حضرتك مثلا من ضمن ما كتبه الاستاذ فهمي ويدي وهذا ايضا يعني هو طبعا كتب ايران من الداخل عقب الثوره الايرانيه بسنوات بسيطه يقول انهم يحتفون بفلسطين والفلسطيني الى درجه انه في كل شارع في كل محفل اقابل يقولون لي هل انت فلسطيني؟ فاتمنيت ان اكون فلسطيني اسمع مني بقى في المقابل أنا أركب مع سائق التاكسي يلعن فلسطين التي ينفق عليها آآ آآ الإيرانيون كل هذه الأموال، ومالي أنا وما فلسطين؟ <applause> كان لدي صديق فلسطيني مسؤول عن الملف الفلسطيني في قناة اسمه عبد السلام عاقل ولعله يسمعنا أنا أتمنى أن يكون يعني حاضرا ويبدو أنه ربطته علاقة يعني وكان يريد أن يتزوج من فتاة إيرانية فبيقول لنا يا جماعه فضلت معايا ممتازه واحنا قاعدين فكراني لبناني في الاخر قلت لها لا ده انا فلسطيني قالت لي فلسطيني انا ما اتعاملش مع فلسطيني <applause> يعني كل هذا النفور لانه بعض أو كثير من الذين كانت اتجاهاتهم علمانية لا يحبون أبدا مسلك الحكومة الإيرانية ولذلك أنا هل هم هل هم في سهولة في في, في تزويج السنة رجال السنة يعني ممكن آه بيوافقوا بسهولة إنه السني يتزوج شيعية في إيران إيرانية آه. في مسألة أعتقد هذا لا يوجد ما هذا له خلفيات اجتماعية نستطيع أن نفهمها كمصريين يعني يجب تكون مدقق فيها. يعني زي مثلا هم يعني هو المجتمع الايراني شبيه بالمجتمع المصري ويبدو انه بلاد الحضارات القديمه تتشابه في امور عديده يعني. من ضمنها الاجتماعيات، هنالك طبقات في ايران. العائلات الكبيره لا تزوج لغير من تعرفه، لا تزوج للغريب. مثل ما يحدث في مصر العائلات التي لا تدقق ممكن مثلا في مصر يتجوز من اي جنسيه اخرى أه لكن العائلات الكبيره يعني ترفض يريد ان يتزوج ان بنتها تتزوج من ابن عائله في مصر نفس الشيء في ايران يعني مثلا بكل اسف زواج المتعه الذي يقرونه فقهيا ويقرونه فقهيا يعني من خلال المنطلق الديني العائلات الكبيره لا تقره بل فضيحه يعني لو ان عندهم واحده تزوجت في في طهران من بزواج متعه هذه فضيحه كبرى بس يعني المبهو فضيحه المبهو كبرى عند العائلات الايرانيه يعني الموجود ان زواج المتعه ده حاجه يعني بمنتهى السهوله هناك موجوده في كل مكان و... بالحقيقه انه يبدو هكذا هو فعلا موجود وبسهوله شديده وهو امر غريب خاصه وانه يعني تحول في نظري الى سقطة اجتماعية خطيرة خطير يعني, يعني بقى حاجة فيها شبه دعارة يعني أه يعني من الممكن جدا تقييمه على هذا فيها تجارة مم. وتكسب اعتقد هذا طيب م. فيما يتعلق بك انت كمصري داخل ايران اظن ان هم ممكن يبقى عندهم كراهيه للعرب لكنهم عندهم قبول للمصريين ممكن يصل الى درجه الحب يعني بيعتبر انه المصري شبيهه في الحضاره وبيعتبر ان المصري يعني مش عربي اصلا يعني انت فرعوني قبطي صاحب حضاره تشبهني انا فارسي صاحب حضاره لكن هو في الحقيقه انا لمست منهم على المستوى الشخصي يعني كراهية للعرب حضرتك شايف ده شفت ده ولمست ده يعني ما لمسته أنت أستاذ صلاح لحد كبير صحيح العرب عندهم هم هذا هو تصورهم بكل أسف يعني العرب هو الخليجي يعني ليس هو اللبناني طبعا ليس هو المصري طبعا وليس هو اللبناني وليس هو السوري لكن العربي عندهم هو من يرتدي العقال على راسه، وهذا لا يحبونه ولا ينظرون اليه بكل اسف نظرة عادلة او محترمة، ويعتقدون انه شهواني جدا، وانه شخص لم يساهم في الحضارة الاسلامية على الاطلاق، وان كل المساهمات في الحضارة الاسلامية اتت اما من عنده، او من مصر، او من دول روسيا القديمة. لكن هذا الخليجي لم يصنع شيء على الاطلاق، ولديهم تعبير استحي ان اقوله يعني يعني دائم التكرار على السنه العديدين منهم في وصف هؤلاء الخليجيين. يعني هم يقولون هذا وهذا بالطبع ليس صحيحا ويجانب الحقيقه. <applause> يعني ما لا أحب أن أقوله يعني لا, لا أفضل أن أقوله وأنا أنا طبعا لا, لا أوافق عليه ولا أوافق على نظرتي وقد كان هذا محط حوار طويل وأنتم يعني وأقول وأنتم ذهبتم إلى الإمارات وذهبتم إلى قطر وذهبتم إلى السعودية وتعلمون أن تطورا كبيرا حادث وأن الشخصيات لها ملامح متطورة جدا في الحياة فلماذا يعني تقبعون عند تفسيركم القديم للخليجيين على هذا النحو، حتى أن صديقا عراقيا قال لي بالحرف الواحد في بلاد زي قم من الممكن إذا ارتدى فيها أحد عقالي الأولاد يضربوه بالطوب. أه وهو عاش في إيران فوق الـ في أظن في عراقيين شيعة بيلبسوا عقال يعني. لكن ليس في إيران. يعني قضية العراقيين قضية يعني من الممكن كمان أن نتوقف عندها كثيرا لأنه. طبعا كان لدينا أصدقاء عراقيون طبعا كلهم شيعة وهؤلاء هربوا بحكم أن أجدادهم أن صدام حسين وجد أن كل منهم له جد ربما يكون فارسيا وبالتالي طردوهم في من العراق وتركوهم على الحدود بشكل حينما يحكى إلينا إن كان صادقا لأن كل الحكايات حكايات من شخصيات عراقية هاجروا رغما عنهم وتركوا أموالهم وتركوا بيوتهم وتركوا أملاكهم في العراق نظرا للاشتباه في أنه لديه جد إيراني لولا أن هؤلاء استقبلهم الخميني وسمح بدخولهم وكان من الممكن ألا يسمح هذا في ظل الصراع العراقي الإيراني كانوا سيشردون في الصحراء عانوا كثيرا حسب رواياته لأنه أنا ليس لدي توثيق لهذه الروايات لكنها تكررت ويعني بشكل متواتر عند الكثيرين منهم هؤلاء أتوا إلى إيران لكن نسجل أيضا أن عددا كبيرا منهم لديه سخط على إيران يرى أنه تم التعامل معه كمواطن من الدرجة الثانية هكذا يقولون صحيح يعني يعني لا يجدون يعاملون في ال... لا كمثلنا مثلا كمتعاقدين انما يعاملون كمواطن ايراني ياخذ مرتب الموظف الايراني وبالتالي لا يعامل كاجنبي ولا يعامل ويدعون بانه ليس لديهم الحظوظ في التامينات والاشياء الاخرى بنفس حظ الايراني هذا لم يعني اجد الفرصه لكي استبين مدى صحته من لكن هذا تكرر على السنه العراقيين بجانب انني اسجل ان كثيرا من العراقيين الشيعة قوميتهم العربيه كانت طاغيه لحد كبير على ايديولوجيتهم الدينيه وكان حضورها بارزا وكانت صلاتهم من مثلا كعرب غالبه على فكره اننا سنيون تماما بل يعني شديد الود معنا باعتبارنا عرب. لكن ولم نجد ابدا منهم يعني هذا الجانب الايديولوجي في التفريق بين الشيعه والسنه على الاطلاق. وهكذا الايرانيون يعني الايرانيون لم نشعر منهم اطلاقا. بل انا تعمدت مرات قلت سوف اصلي في مساجد الشيعه دخلت. معلوم انك حينما تضع يديك هذا النحو في الصلاه فانت سني لان الشيعه كالمالكيين لابد أن تسترسل يدك بجانبه يعني أثناء الصلاة فإذا وضعت هذا فأنت سني يقين خلص أنت وقصدت بأني أصنع صلاتي بهذه الطريقة حتى يفهموا أني سني ولم ينظر إلي أحد ولم لم يعيرني أحد أي اهتمام صحيح أنني حينما صليت معهم الجماعة ووجدتهم عند التشهد يعني عملوا حركة غريبة كده على الرجلين فما فهمتش وما سلموش فانا بيني وبينك عدت الصلاه لاني حسيت ان صلاتي فيها مش ليس هذه ليست هذه صوره الصلاه التي علم فعدت صلاتي وما كررتش بقى ان انا احاول اصلي لكن صلينا جماعه مع بعض الشيعة احيانا في في القناه نفسها اه والله هذا حدث ما ولكن هؤلاء من اللبنانيين الذين ينتسبون الى رجل فاضل لم اجد الا من يشكر فيه اللي هو فضل الله محمد حسين محمد حسين فضل الله. هذا رجل مشكور على طول الخط تمنيت يعني ان التقي به بعد ما سمعت عنه من كثير من الشيعة فهو يمثل الاعتدال التام في التعاطي مع السنه وفي التعاون معه الاعتدال التام في الاعتقاد ولا يعتقد في ولايه الفقيه وللعلم عدد كبير من العراقيين لا يعتقد في ولايه الفقيه هذا خلاف بين الشيعه، خلاف كبير، ليس عليه اتفاق اطلاقا. لكن ايران طبعا هو اساس من اساس الحكم عندها. لكن هل معنى هذا ان كل الشيعه الاثنى عشريه يوافقون؟ اطلاقا. عدد كبير منهم يعترض تماما على ولايه الفقيه، حتى لا يفهم الناس ان هذا ضمن اساسيات المذهب الشيعي اطلاقا، هو ليس صحيحا انه ضمن اساسيات المذهب الشيعي. وليس هذا يعني يبرئ المذهب الشيعي من كثير من الشطط، وانا اكرر. الموجود فيه خاصة الموقف من السيدة عائشة رضوان الله عليها ومن كبار الصحابة كسيدنا أبي بكر وسيدنا عمر، الموقف منهم طبعاً ليس منطقي. ولكن ليس معنى هذا، يعني مثلاً هنالك كاتب إيراني يعشقه الشباب كان هو قُتل اسمه علي شريعتي، وقتل أعتقد أيام الشاه. علي شريعتي يعني أنا يعني حزنت لأنني لم أتعلم الفارسية بالشكل الذي يؤهلني لقراءتي لأن أصدقائي الذين تعلموا الفارسية من العراقيين واللبنانيين قالوا لي <applause> عفوا قالوا لي إن هذا الكاتب رائع والله يا عاصم لو قريت له بالفارسية هتشوف أسلوب ساحر ساحر يعني وكان يعلمون انني اعشق الادب والشعر فيقول لي كنت هتستمتع بيه بشكل خاص فاصريت اجيب له كتب مترجمه وجبت له كتاب قرات فيه نصا ما يقوله مثلا يقول انا ارفض هذه المبالغات والغريبه انهم لدينا من شيوخ الشيعه يستندون الى مصادر لا يمكن التوثق منها وهي مصادر حديثه جدا فيط يعني يقول ضاحكا حتى أنني وجدت عند مصادرهم مثلا بنت الشاطئ، مصادر حديثة جدا، كيف اعتبروا هذه المصادر؟ لها حجة في تأريخ مش في تحليل، فيقول: وعينما راجعت سيرة الشيخين أبي بكر وعمر أقولها جازما باستثناء الخمس سنوات التي حكم فيها الإمام، يقول هذا نصا، التي حكم فيها الإمام علي عليه السلام، يقول هذا بنص ما كتبه باستثناء هذه الخمس سنوات ففتره الامامين ابي بكر وعمر هي افضل الفترات في حياه التاريخ البشري كله حكما عداله واستناره يقول هذا علي شريعتي هو قتل في ظروف غامضه خارج ايران اعتقد في فتره الشاه لكن معناها ان هنالك كتابات تنصف افكارا سنيه وتبرئ مثلا الشيخين من الاتهامات الشيعية المزمنة والمتداولة والمتواترة إذا هنالك بعض الكتاب يرفضونها من إيران عاصم احنا مع حضرتك الحلقة دي ونكمل الحلقة اللي جاي إن شاء الله إن شاء الله شكرا